بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عزيزي طالب الدراسات العليا بجامعة السودان المفتوحة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنقدم لكم إن شاء الله تعالى في هذه المحاضرة، هي محاضرة عن أساليب التدريس، والمحاضرة الأخرى عن مهارات عرض الدرس. فهذه المحاضرة تهدف إلى أن يتعرف الدارس على أساليب التدريس المختلفة، وأن تكون له القدرة على تطبيق هذه الأساليب في المواقف التعليمية المختلفة. فهذين الهدفين، أحدهما هدف معرفي أن يتعرف الدارس، أما الهدف الثاني فهو هدف مهاري نفسي حركي، أن تكون له القدرة على تطبيق هذه الأساليب في المواقف التعليمية المختلفة. وإن شاء الله في بداية هذه المحاضرة سنتعرف أولا على مفهوم التدريس. فالتدريس هو نشاط مهني يتم إنجازه من خلال 3 عمليات رئيسة. عندما نقول هذا النشاط نشاط مهني، فإننا نعني أن هذا النشاط يحتاج إلى معلومات ومهارات معينة ينبغي أن يتصف بها المعلم. فالنشاط المهني يختلف عن النشاط العادي، فالنشاط العادي يمكن لأي شخص أن يقوم بإنجازه، أما النشاط المهني فيحتاج إلى معلومات، يحتاج إلى مهارات، يحتاج إلى اتجاهات وقيم حتى يستطيع المعلم أن يقوم بهذه المهنة. فنقول إن الطب مهنة، لذلك لا يمكن لأي شخص أن يقوم بهذه المهنة، كذلك التدريس مهنة، فلا يمكن لأي شخص أن يقوم بهذه المهنة سوى أن يكون متمرسا، أن يكون له معلومات معينة عن هذه المهنة ومهارات وقيم واتجاهات. هذا النشاط يتم إنجازه من خلال 3 عمليات رئيسة. العملية الأولى هي عملية التخطيط، فما دام هو نشاط مهني فهو يحتاج إلى تخطيط، وهناك نوعين من التخطيط، إما تخطيط بعيد المدى، وهذا التخطيط البعيد المدى للعام الدراسي أو للسنة الدراسية بأكملها. تقوم بالتخطيط، أول حاجة تتعرف على المادة الدراسية وتتعرف على أهدافها ومحتوياتها وطرق وأساليب تدريسها والمراجع التي سوف ترجع إليها. ثم بعد ذلك يأتي التخطيط قصير المدى، وهو التخطيط للمحاضرة أو للحصة أو للدرس الواحد. فينبغي لك أن تتعرف على أهداف الدرس ومحتويات الدرس والوسائل التعليمية التي ستستخدمها في هذا الدرس، وكذلك المراجع التي سوف ترجع إليها ويرجع إليها الدارس، وكذلك الوسائل التعليمية. وكل هذه الأشياء ينبغي أن تكون قد اطلعت عليها قبل أن تدلف إلى تنفيذ هذا الدرس. ثم بعد ذلك تأتي المرحلة الثانية، وهي عملية التنفيذ، كيف تنفذ. وهذا التنفيذ يكون بينك وبين طلابك، هو الاحتكاك اليومي بين الطلاب في الحصص المعينة، والحصة قد يكون زمنها 40 دقيقة أو 80 دقيقة وهكذا، فأنت تنفذ ما خططت له. لذلك ينبغي أن يكون التخطيط فيه نوع من المرونة حتى تستطيع أن تنفذ ما خططت له بسهولة ويسر، لأنك تتعامل مع بشر، والتعامل مع البشر ليس كالتعامل مع الآلة. لذلك ينبغي أن يكون التخطيط فيه شيء من المرونة حتى تستطيع أن تنفذ بصورة مرنة. بعد ذلك يأتي المرحلة الثالثة، وهي التقويم. والتقويم للدرس، التقويم له 3 مراحل. المرحلة الأولى مرحلة القياس، نقيس عن طريق الامتحانات أو عن طريق الأسئلة، نقيس مستوى طلابنا، ثم بعد ذلك نخضع هذه الدرجات التي يتحصل عليها الطالب في الامتحانات، نخضع للمعاليات الإحصائية حتى نتعرف على الضعف في الطلاب ونتعرف على القوة في أدائهم. ثم بعد ذلك تأتي الخطوة الثالثة، وهي علاج الضعف الموجود في هؤلاء الطلاب. هذه العملية، عملية التدريس، هدفها الأساسي هو أن نساعد الطالب على التعلم. فنحن لا نعلم الطالب، وإنما نحاول أن نساعده على التعلم. وهذا النشاط قابل للتحليل والملاحظة والحكم على جودته، لأنه المعلم
يقف أمام طلابه، لذلك يمكن أن يلاحظوا أداء هذا المعلم ويحللوه ويحكموا على جودته. والخطوة الأخيرة في تعريفنا للتدريس أنه يمكن أن نحسن ونطور التدريس، فإذا كان الأستاذ مستواه متوسط يمكن له أن يكون جيدا وجيدا جدا وثم ممتاز عن طريق الممارسة. ينبغي للأستاذ أن يمارس التدريس ولا يكرر التدريس. تختلف الممارسة عن التكرار، لأن الممارسة تؤدي إلى التحسن، أما التكرار فالمعلم يقوم بتكرار نفس السلوك مرات ومرات، فهذا لا يؤدي إلى التحسن. فإذا أراد المعلم أن يحسن من أدائه فينبغي له أن يمارس التدريس ولا يكرر التدريس. هناك مكونات لعملية التدريس. المكون الأول هو المعلم، وينبغي أن نتأكد من أن المعلم قد تمكن من المادة الدراسية، له طريقة وأسلوب معين في تقديم المادة الدراسية لطلابه، ويستطيع أن يتفهم سيكولوجية أو نفسية الطلاب ويتعامل معهم، ويكون قد تم إجازته بواسطة الدرجة العلمية التي يتحصل عليها. ثم بعد ذلك الطالب، ينبغي أن أتأكد من الطالب مستعد لعملية التدريس. ثم بعد ذلك تأتي المكون الثاني والمهم، هو الأهداف التعليمية. فالنشاط التربوي، النشاط التدريسي هو هادف، وكل العملية التعليمية هي عملية هادفة. وهناك الأهداف العامة للتربية والتعليم في السودان، ثم أهداف المراحل التدريسية المختلفة. هناك أهداف لمرحلة التعليم قبل المدرسة، هناك أهداف للتعليم الأساسي، هناك أهداف للتعليم الثانوي، وكل مادة دراسة كل منهج عنده أهداف، منهج التعليم الأساسي، منهج التعليم الثانوي وهكذا. والمواد الدراسية التي تكون منها المنهج كذلك لها أهداف، فكل مادة عندها أهداف، وكل مقرر دراسي عنده أهداف. وعندما تأتي لتدرس حصتك أو درسك اليومي فينبغي لك أن تتعرف على أهداف هذا الدرس أولا. فإذا العملية التدريسية أو عملية التعليم كلها نشاط هادف. ثم بعد ذلك المحتوى التعليمي، وهو المقرر الدراسي الذي ينبغي لك أن تقوم بتدريسه لطلابك. هي المادة الدراسية التي تتكون من معلومات معينة، تتكون من مفاهيم، تتكون من نظريات، وتتكون من قواعد معينة، هذه التي تقوم بتدريسها لطلابك. فينبغي لك كأستاذ أو كمعلم أن تتمكن من محتوى التعليم في المادة الدراسية التي ستقوم بتدريسها لطلابك. ثم يأتي بعد ذلك مصادر التعلم. مصادر التعلم هي الوسائل التعليمية التي ستستخدمها في تدريسك لطلابك. المكتبة تعتبر من مصادر التعلم، المعمل من مصادر التعلم، السبورة من مصادر التعلم، وأنت كذلك مصدر أساسي من مصادر التعلم. فينبغي أن نستوثق من هذه المصادر أنها ستحقق لنا الأهداف التعليمية التي قمنا بكتابتها أولا. ثم يأتي بعد ذلك الطرق والأساليب والإستراتيجيات التدريس، وهذه هي التي سنركز عليها إن شاء الله في هذه المحاضرة، عن طرق التدريس وأساليب التدريس، وهو التفاعل اليومي بينك وبين طلابك. ثم تأتي بعد ذلك البيئة التعلم التي تشمل القاعة الدراسية، تشمل التهوية، تشمل الإضاءة، الجلسة المريحة للطلاب. فينبغي أن نتأكد على هذه الأشياء قبل أن نبدأ في التدريس. ثم المكون الأخير والمهم هو التقويم. فينبغي لنا أن نقوم أداء المعلم، نقوم أداء الطالب، نقوم أهدافنا التعليمية، نقوم المحتوى التعليمي حتى مصادر التعلم، ونقوم أساليبنا وطرق تدريسنا، كذلك بيئة التعلم، حتى نتأكد من أن العملية التعليمية ستسير على خير ما يرام إن شاء الله. يصنف التدريس أو طرق التدريس يصنف إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول من طرق التدريس هو طرق العرض، وهذه طرق العرض يكون دائما محورها هو المعلم. ثم الطرق الكشفية والعملية، وهذا النوع من الطرق يكون دائما محوره هو الطالب. أما الطرق الأخيرة وهي الطرق التي تعتمد على التفاعل بين المعلم والمتعلم، والسؤال الذي يطرح نفسه، أي من هذه الطرق هي الطرق الأحسن؟ لا نستطيع الإجابة عن هذا السؤال إلا إذا تعرفنا على أول حاجة المادة الدراسية التي يقوم المعلم بتدريسها. هل هي اللغة العربية؟ هل هي رياضيات؟ هل هي فيزياء؟ هل هي كيمياء؟ لأن
كل مادة عندها طرق الخاصة بها. كذلك ينبغي أن نتعرف على الموضوع الذي سيدرس. قد يكون نفس المادة هي المادة العربية، ولكن الموضوع يختلف من محاضرة أو من درس إلى درس آخر، وبالتالي تختلف طريقة تدريسه. لذلك ينبغي لنا أن نتعرف على المادة وعلى الموضوع حتى نحدد الطريقة المثلى في التدريس. نبدأ بطرق العرض التي محورها المعلم، وهي طريقة المحاضرة وطريقة هيربرت وطريقة التاريخية والعروض العملية. يمكن هذه أربع طرق من الطرق المشهورة التي يكون دائما محورها هو المعلم. نبدأ بطريقة المحاضرة، ولأنها طريقة مشهورة عند عدة أسماء ممكن نقول إنها الإلقاء أو القص، طريقة القص. فهو أسلوب عرض يهتم بالتوضيح والتفسير، ويستخدم دائما السلوك اللفظي بالنسبة للمعلم، وعلى الطالب أن يستمع لما يقوله المعلم. هذه الطريقة من إيجابياتها أنها تغطي قدر كبير جدا من المادة الدراسية في زمن محدد، لا تحتاج إلى نفقات كثيرة هذه الطريقة، وتوفر قدر مشترك من المعرفة للطلاب، لأن المصدر واحد هو المعلم. ونحن تأكدنا من أهلية المعلم للتدريس، تأكدنا من تمكن المادة التدريسية، لذلك سيختار المادة التي تحقق الأهداف التدريسية. لذلك هذه توفير قدر مشترك من المعرفة للطلاب عن طريق المعلم، نضمن أن هذه المعلومات تحقق أهدافنا التربوية. لكن من عيبها أن عملية التدريس فيها بتكون ذات اتجاه واحد. ومن أهم ما يقوم به المعلم في هذه الطريقة أن يكون صوته واضحا، وأن يستخدم هذا الصوت بصورة وظيفية، وأن يستخدم لغة الطلاب أنفسهم. الله سبحانه وتعالى يقول: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. وقد كانت أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم خطبه تمتاز بسهولة الألفاظ وجودة الأسلوب، وكانت تتفرد بالعبارات القليلة تجمع المعاني العظيمة بعيدة عن التكلف في الألفاظ أو الإطناب في العبارات. وهناك طريقة إلقاء بصورة قصصي، فالقصة لها دور كبير في إكساب الاتجاهات والقيم. الله سبحانه وتعالى يقول: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وقد وردت كلمة قصة باشتقاقاتها المختلفة في القرآن الكريم 26 مرة. لذلك من الأهمية بمكان كان أن يستخدم المعلم أسلوب القصصي في تدريسه لطلابه، لما يميز ذلك في طرق التدريس لجذب انتباه الطلاب. أسلوب الصمت كذلك أثناء الإلقاء لجذب انتباه الطلاب. عندما يتحدث المعلم ويأتي في منطقة أو كلام مفصلي يصمت، هذا الصمت يجذب انتباه الطلاب، ثم بعد ذلك يستمر في إلقائه لمحاضرته. ففي حجة الوداع في يوم عرفة جاء في حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. ففي صمته صلى الله عليه وسلم هذا فائدة عظيمة في إثارة انتباه السامعين وجذبا لانتباههم وتهيئة لعقولهم ليتقبلوا ما سيأتي من إرشادات بعد هذا الصمت. هذه صورة توضح الطلاب في قاعة الدرس، وقد استطاع المعلم أن يجذب انتباه كل الطلاب. وهذا ما يميز الأستاذ الناجح، هو أن يجذب كل اهتمام الطلاب الذين أمامه، ثم بعد ذلك يلقي المحاضرة أو يلقي درسه. هذا معلم آخر جالس، ونحن نحبذ أن يكون المعلم جالسا أثناء درسه، لأن ذلك سيصيب التلاميذ بالملل. ولاحظ أن هذا المعلم يضع أمامه عدد مقدر من الأوراق، فلا تحمل عدد كبير من الأوراق أمامك، وإنما ضع بعض النقاط ثم تكلم عن هذه النقاط أثناء الدرس. هذا معلم آخر وقف كما قلنا له أن يقف، ولكن لم يثير انتباه الطلاب كلهم. لذلك ينبغي أن تثير اهتمام الطلاب لما تقوله من معلومات. هناك طريقة أخرى هي طريقة هيربرت. هذه الطريقة سميت على عالم ألماني جاء بهذه الطريقة، وهي خطة كاملة لتدريس موضوع ما بزمن
المحاضرة. وهذه الطريقة تتكون من 5 خطوات. الخطوة الأولى هي التمهيد وإثارة الانتباه للطلاب، هذه خطوة مهمة جدا حتى ينتبه إليك الطلاب. ثم بعد ذلك أعرض أو قدم المادة الجديدة بعد أن يكون الطلاب قد تهيئوا لتلقي هذه المعرفة. ثم بعد ذلك الربط والمقارنة هي الخطوة الثالثة والخطوة المهمة جدا في طريقة هيربرت، هي مقارنة المعلومات الجديدة بالمعلومات القديمة وربطها عن طريق الأمثلة. ينبغي أن تستخدم الأمثلة حتى تربط هذه المعلومات الجديدة مع المعلومات القديمة. ثم تأتي بعد ذلك الخطوة الرابعة وهي الاستنتاج، استنباط القواعد والمبادئ. ثم بعد ذلك تعطي الفرصة للطلاب ليطبقوا هذه القاعدة لنتأكد من الفهم السليم لهم لما عرضه عليهم المعلم. ثم تأتي بعد ذلك الطريقة التاريخية، وهي ليست طريقة لدرس كامل وإنما هي جزء من درس. يمكن للمعلم أن يقوم بهذه الطريقة في بداية درس معين، لأن هذه الطريقة تهتم بدراسة التطور التاريخي للموضوعات والقضايا والنظريات العلمية. ويتم في هذه الطريقة أولا إبراز التطور التاريخي للاكتشافات. إذا أردت أن تتحدث مثلا عن الجاذبية الأرضية فعليك أن ترجع تاريخيا وتتحدث عن نيوتن وكيف استطاع أن يكتشف هذا القانون. الطريقة التاريخية توضح لنا التحديات اللي قابلت العلماء وكيف استطاعوا أن يتجاوزوا هذه التحديات، منهم من ضحى بحياته ومنهم من أصيب أثناء تتبعي للمعرفة وأثناء إجراء التجارب. ومنها كذلك جانب ويداني انفعالي وهو تقدير دور العلم والعلماء في تطور البشرية. وهذه الطريقة يبقى أن نستخدم فيها الوسائل التعليمية التي تعيد الماضي، ويمكن أن نستعين ببعض الصور الموجودة في الإنترنت، مثل هذه الصور مثلا صور الخوارزمي وصور نيوتن وصور الأرخميدس وهكذا. هذه الصورة لأينشتاين إذا تحدثنا عن نظرية أينشتاين في النسبية، وهذه الصورة لعالم ألماني اسمه هايزنبرج عنده نظرية سميت بنظرية عدم اليقين، ونلاحظ أنه صغير السن. فهذا العالم استطاع أن ينال جائزة نوبل في الفيزياء وعمره 23 سنة، ويستطاع كذلك أن ينال جائزة الدكتوراه وعمره 23 عاما. هذه الطريقة التاريخية تحفز الطلاب حتى يضعوا هؤلاء العلماء كقدوة بالنسبة لهم ويكونوا علماءهم في حياتهم المستقبلية إن شاء الله. هذا كذلك، ومن العلماء هذا عالم ابن إسحاق وهو الذي قام بتشريح العين، وممكن أن نعرض على طلابنا حتى يتعرفوا على تاريخهم وتاريخ وكيف أن العلماء المسلمين والعلماء العرب ساهموا مساهمة فعالة في هذه الاكتشافات العلمية. طريقة أخرى هي الطريقة العروض العملية، وهو عرض عملي يقوم به المعلم أمام الطلاب ليوضح فكرة أو يشرح قانون أو نظرية يستخدم فيها الوسائل التعليمية، وتعتمد هذه الطريقة على المشاهدة من الطلاب. هذه الطريقة يمكن أن يدرس فيها قدر كبير جدا من المعلومات، توفر قدر مشترك من المعرفة للطلاب، وسيلة فعالة لمقابلة اكتظاظ حجرات الدراسة، تحقق نوع من الأمان في حالة التجارب الخطرة، وتنمي القدرة على الملاحظة والمشاهدة وإجراء التجارب المعملية. تستخدم هذه الطريقة حقيقة بكثرة في التدريس، وذلك عندما يتطلب الموقف التعليمي عرض وشرح طريقة عمل شيء ما. وجاءت هذه الطريقة ذكرها في القرآن الكريم، عندما اقتتل ابن آدم فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. هذا عرض عملي، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، كذلك هذا عرض عملي للصلاة. يقول كذلك في الحج خذوا عني مناسككم. كل هذا هي طريقة عروض عملية. نأتي بعد ذلك للطرق الكشفية والعملية التي يكون محورها الطالب دائما، هي طريقة المشروع، طريقة الاكتشاف، لعب الأدوار، طريقة حل المشكلات، والتعليم المبرمج، وكذلك المعمل. كل هذه الطرق
يهيمن عليها الطالب، ودور المعلم هو دور إشرافي لهذا الطالب. أو حاجة المشروع عمل يعني له أهداف وثيقة الصلة بمرامي وغاية المنهج، يهدف إلى إكساب الطلاب بعض المهارات اليدوية والعقلية وتطبيق ما درسوه. لذلك تأتي أهمية هذا المشروع في أنه يعني الطالب يطبق ما عمله، يطبق الذي درسه نظريا يطبقه عمليا. هناك خطوات معينة لإجراء المشروع، من اختيار المشروع لازم يراعي فيه القيمة التربوية، ولازم يكون على صلة وثيقة بالمنهج. بعد ذلك يقوم الطالب برسم خطة لهذا المشروع، ثم تأتي بعد ذلك عملية التنفيذ، ثم الحكم على النتائج. مثلا كما نشاهد هنا، هذا مسجد في أم درمان. هذا المسجد هو عبارة عن مشروع لأحد طلاب كلية الهندسة جامعة الخرطوم. عملية الاكتشاف أو طريقة الاكتشاف، هذه الطريقة نتيح الفرصة فيها للطالب لاكتشاف العلاقات والقوانين بنفسه. وهذه الطريقة لها ثلاثة مستويات. المستوى الأول هو الطريقة الكشفية الموجهة، بنعرض المشكلة وصعب التعليمات تساعد على الحل، ونعطي الطالب حتى الحل، لأن هي هذه الطريقة طريقة تدريبية تدرب الطالب على كيفية إجراء التجارب. المستوى الثاني هي الطريقة الكشفية شبه الموجهة، نزود الطالب ببعض المعلومات لحل المشكلة ولكن لا نعطيه النتيجة. الطريقة الكشفية غير الموجهة، نعرض المشكلة ولا نزود الطالب بأي توجيهات لحلها، نترك الطالب يقوم بحل هذه المشكلة بطريقة فردية. لعب الأدوار كذلك من الطرق التي تستخدم في التدريس، وهو عبارة عن تمثيل. يقوم فيه عدد من الطلاب بتمثيل موقف من المواقف العملية، يساهم في كسر حاجز الرتابة، يملك الطلاب المعلومات بطريقة جذابة، ويعود الطلاب على الأداء الفعلي لبعض المهام خاصة في اللغات. وممكن أن نحل للطالب مسرحية يقوم بتمثيلها باللغة العربية الفصيحة أم باللغة الإنجليزية. كذلك حل المشكلات، وهي ده يعود الطلاب على الطريقة المثلى للتعامل مع المشكلات التي تقابلهم في حياتهم اليومية وكيف يقومون بحلها. هناك خطوات معينة ينبغي لنا أن نتبعها. إذا قابلتنا مشكلة معينة، أولا الشعور بهذه المشكلة، نحدد جوانب هذه المشكلة، نجمع المعلومات عنها، ثم نفرض الفروض. وهذه أهم خطوة من خطوات حل المشكلات، لأنها بتتطلب نوع من الذكاء. اختبار بعد ذلك نختبر صحة هذه الفروض، ثم نصل إلى الفرض الصحيح ونعمم النتيجة. طريقة المعمل طبعا طريقة معروفة لدينا، يقوم الطلاب فيها بإجراء التجارب بأنفسهم، أما فرادة أو في شكل مجموعات. هذه الطريقة تساعد على إكساب الطلاب مهارات التفكير العلمي، الفحص والملاحظة، وسعة الأفق والدقة، وتناول الأدوات والأجهزة وتركيبها وتشغيلها، تنمي فيهم القدرات الابتكارية، ولكن إنها عالية التكلفة وقد تصحبها بعض المخاطر. هناك التعليم بالتجربة العملي والدراسة اللامختبرية، وهذا جاء ذكرها في القرآن الكريم في قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام، وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ياتينك سعيا واعلم ان الله عزيز حكيم. هذه تجربه بخطواتها الاربع وبنتيجتها. هكذا يعلمنا الله سبحانه وتعالى كيفيه اجراء التجارب، لانه اختار الطيور الموجوده في ذلك الزمان بالجزيره العربيه. وهذا الاختيار بنقول دائما لطلابنا الباحثين، عندما تختار عينه فينبغي للعين أن تمثل المجتمع، فهذه الطيور مثلت المجتمع. وهذا الاختيار لم يكن اختيار عشوائي للطيور، فالطيور لا تقبل نقل الأعضاء. فسبحان الله في هذه الطريقة التي هؤلاء الطلاب لا يحتاجون إثارة انتباه لأنه أمام تحدي في المعمل. إذن طريقة المعمل لا تحتاج إلى إثارة انتباه بالنسبة للطلاب. هناك طرق أخرى تعتمد على التفاعل بين المعلم والمتعلم، وهذه الطرق هي إما طريقة المناقشة والحوار أو الاستقراء والاستنباط أو الفريق المتعاون أو طريقة التعليم التعاوني. نبدأ بالمناقشة والحوار. هذا يشجع الطلاب على التحدث والاستماع والتعبير عن الرأي بوضوح وامتلاك الشجاعة الأدبية.
وهناك أساليب عدة للنقاش والحوار، منها ما يسمى بإثارة التفكير، ومنها المناظرة، ومنها المنبر. إثارة التفكير هو برين ستورمينج، تعرض المشكلة على الطلاب ويقوم بنقاشها جميعا. المناظرة رأيين مختلفين، يتبنى بعض الطلاب رأي والطلاب الآخرين يتبنوا الرأي الآخر، ويحصل النقاش بينهما، ثم يصلون إلى كلمة سواء بينهم. طريقة المنبر هي طريقة السيمينار، تحد لبعض الطلاب أن يقوموا بتحضير درس معين وعرضه على الطلاب. هذا كلها تشجع على النقاش والحوار. القرآن الكريم هي غني بالمفاهيم والمصطلحات الدالة على الحوار بين الأطراف المختلفة المتصارعة. وردت كلمة قال ومشتقات 1713 مرة، منها 549 مرة كلمة قال، و355 مرة كلمة قالوا. وردت كلمة جادل ومشتقات 29 مرة. وردت كلمة حاجة ومشتقات 29 مرة. وردت كلمة حاجة يحاجج 13 مرة. وردت كلمة حوار 3 مرات في القرآن الكريم. الحقيقة الحوار والنقاش بيساعد على اتباع وسائل الإقناع في الحديث والجرأة والشجاعة الأدبية. والأساليب المستخدمة في هذه الطريقة أسلوب السؤال والجواب، أسلوب الندوة، أسلوب المناقشة الثنائية، أسلوب المجموعات الصغيرة، أسلوب المناظرة، وأسلوب العصف الذهني. هذه تأتي أهمية النقاش وأهمية الحوار بين الطلاب. أي مشكلة يمكن أن تحل عن طريق النقاش والحوار، فينبغي لنا أن نملك هذه المهارة طلابنا منذ نعومة أظافر. عندما يكبروا يستطيعون أن يحلوا مشاكلهم عن طريق النقاش والحوار، وليس بحمل السلاح كما يحدث الآن في بلادنا وفي البلاد الأخرى. وتنتهي هذه المحاضرة إن شاء الله، ونواصل إن شاء الله في المحاضرة القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.